برايمر ترى اهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. نشوف فيديو اليوم راح نسوي مع بعض ميك اب لصباح العيد. يعني صباح العيد صراحه انا عندي الميك اب يعني يكون اول شيء راح احط كليبس عشان نعرف نشتغل كويس. طيب احنا دحين يهمنا انه الميك اب يكون مره جلوي اكثر من انه يكون يعني مات. عرفتوا ذاك الشعور حق اللي ميك اب مره مطفي، مره الكفر فيه عالي؟ لا، احنا دحين صباح العيد نبغى الميك اب يكون هادئ، فبس ابغى اقرب وجهي عشان كذا. طيب نيجي لمرحله الترطيب، كيف نقدر نخلي الميك اب يكون نظيف مره وما يتقشر ولا نحس انه يعني قاعد يتكتل، ما نحس انه في طبقات؟ انا راح اقول لكم كيف. شوفوا دام اننا صباح نستخدم ايش؟ نحتاج واقي شمس. دقيقه بوطي المكيف، احس اني حاطير. انا استخدم هذا المرطب، مره ناسبني، مره مره عجبني بنات هذا المرطب. اخر شيء البرايمر ترى مره مهم. انا جربت اني احط مرطب بس ما احط برايمر، حرفيا الميك اب صار هايس. فلما صرت احط البرايمر الميك اب يصير كذا قطعه واحده، خصوصا المناطق اللي راح تشتغلوا فيها. مثلا اللي يحطوا فونديشن يحطوا في كامل الوجه مره كويس، البنات خلوه ينشف. طبعا احنا ليش قلنا انه في الصباح نحتاج ميك اب جلوي؟ لانه بنات صباح، فنحتاج انه يكون الوجه يكون مريح، يعني عادي وجه طبيعي وكذا، ونحط ميك اب بس وجه يكون كذا صباحي. اما في الليل نشطح من جد، خلاص نحط هذاك الكفرج العالي عادي، لانه خلاص ليل كذا عزايم واشياء وراح نطول. تدروا انا ليش اني راح احط ميك اب خفيف؟ لانه احنا اصلا عندنا مليون عيد، عندنا عيد عند اهل ماما وعند اهل بابا وعماتي، فعشان كذا يعني في كل مناسبه راح احط ميك اب. بشطط الحواجب بفرشة زي كذا، راح ناخذ كذا قليل جل بس ما نبغى يكون مرة ثابت، نبغى يكون الحواجب شكلها طبيعي. بشطط الحواجب على تحت مرة، خصوصا الطرف اللي يرسم كذا يسوه، راح نمشط كذا على فوق. عيد هنينا ورسالتها، راح ارجع كل شي مكانه عشان ما يتكركب. بعد ما رطبت وسويت حواجبي راح احط البرايمر. شوفوا البرايمر يعني حنكثر شوية إذا حسينا إنه في المناسبة حتطول. أنا ترى أحب أدخل برايمر كذا شوية على تحت عيني، من جد ترى والله يخلي الكونسيلر قطعة واحدة البرايمر، يعني كذا أدخله شوية كذا عن جهة العين. طبعا بخصوص العدسات، في بنات كثير يقولوا طب جوجو ليش نلبس عدسات في عيد؟ شوفوا أنا صراحة أرشح عدسات دراما لينز مي للي يحبوا يكبروا عينهم. أنا يمكن ألبسها ويمكن ألبس، المهم عبال ما ينشف البرايمر لازم تتأكدوا البرايمر نشف مرة كويس، لين ما يصير كذا يلصق كونسيلر على جفن عيني كذا. راح استخدم فيت مي درجة 25. راح استخدم باليت سوفت جلام، شوفوا درجاته تعجبني انا صراحة. راح اثبت الكونسيلر ببودرة اول شيء عشان، فراح احط هذا اللون باي شادو بني زي كذا اللي هنا، راح اخذ وراح اسوي عند كسرة العين من فوق كذا. راح اخذ فرشة زي كذا نحيفة مرة، راح اخذ لون اسود وبني وارسم زي الايلاينر كذا، خط ايلاينر كذا بفرشة زي كذا، راح ادمج الايلاينر الاسود مع البني كذا. زي الشمر يعني زي اللون الذهبي زي كذا. طيب شفتوا كيف؟ والله يا بنات الميك اب في الحقيقه مره. شوفوا كذا ناخذ اي شادو وتحت خط العيون اسحبه كذا على برا. طيب دحين ايش راح نسوي؟ راح نبدا ننظف. اذا تحبوا تحطوا فونديشن حطوا، بس انا بحط كونسيلر. الحين راح نرسم المدمع بمحدد بني، بايلاينر بني يا بنات، مو بايلاينر اسود. كذا ارسم مدمع، رطبت فراح احط الكونسيلر. ممكن على وقتها احط فونديشن كذا قليل، بس اني دحين ابغى احط كذا كونسيلر اني انظف. شوفوا نظفوا من هنا، هذه الجهه مره مهمه انكم تنظفوا فيها. شوفوا لا ننسى التنوير، لازم ننور بكونسيلر ابيض، يا ابيض او يعني قريب من لونكم، بس عشان ما يصير رصاصي لازم تحطوا شيء تصححوا فيه. بجيب البلت هذا، عبال ما ينشف جبت البلت هذا وراح اخذ اللون اللي هنا احطه. بالغلط حطيته على الثاني، ترى لونه خفيف لما يجي على البشره. راح نحط كذا في الخشم شويه، بعدين راح ناخذ بلاشر. شوفوا انا ابغاه ما يكون مره فاقع، فايش راح اسوي؟ راح اخذ من هذا البلاشر وهذا كذا قليل، راح احط كذا من فوق
شوفوا كيف زي كذا من فوق البلاشر من فوق. بس اقول لكم طريقه مره حلوه ايش تسوي، جيبوا اصبعين تحطوا كذا. طيب البلاشر ما يعتب المنطقه هذه عشان ما يصير الميك اب مره ملخبط، وبس فوق مع الدمج اصلا راح ينزل على تحت وراح تثبت البودره فراح ينزل على تحت. سماجه راح ادمج الكونسيلر. شوفوا انا حستخدم اتوقع على وقتها كونسيلر تو فيس، احس انه حيكون افضل، بس دحين عشان ما راح اسوي ميك اب ما راح اسوي ميك اب مره يكون كذا مره يعني فاقع، فراح استخدم كونسيلر فيت مي. البيوتي بلندر لازم تكون بلبله من قبل من الليل، لازم تغسلوها كويس وخلوها تكون رطبه، لا تخلوها تكون جافه عشان تعرفوا تدمجوا كويس. مره نظيف نظيف يا بنات، نظافه مره كويسه، بس ادمجوا زي الناس وبنفس الخطوات بنات. تسمعوا كلامي ميك اب جوج. مرحله التثبيت راح استخدم بودره ار سي ام اي، حطيت جليلوس باودر، راح اخذ بالباودر بوف كذا وراح اطلع كل الزايد في يدي كذا، ابغى اطلع الزايد، احنا ما نبغى مره نبين انه منظر متكتل، فهمتوا؟ نبغاه يكون بس نبغى نثبت الكونسيلر. فبقرب عشان اوريكم. شوفوا شوفوا الجهة هذه كيف نظيفة يا بنات، نظيفة. شوفوا تحت عيني كيف، بس حتى كذا. وفي المناطق اللي تدهن، انا عند المنطقة هذه مرة تدهن. بالنسبة للبلثر بلثر بالنسبة للبلشر عشان نثبته راح نجيب كذا فرشة ومن فوق كذا، ما نبغى نطفي مرة عشان كذا راح نحط بس من فوق. بنات مرة حلو ترى الميك اب يحل بشكل، انا قاعدة اطلع نفسي في المراية وقاعدة اقول ليش ما اكتشفت الميك اب هذا من زمان، نحس من جد ينفع يكون ميك اب كذا. بنات مرة مرة حلو بنات، بس ترى الكاميرا تظلم، لا تسمعوا كلام الكاميرا، انتوا بس طبقوا الخطوات وشوفوها في المراية. راح نبدأ في الروج. احلى ليب كومبو عندي بنات محدد بني وروج زي كذا، ترى برا قاعد يأذن عشان كذا. راح اخذ الروج زي كذا بس كذا نجوا. بس جايز كذا خلصنا فيديو اليوم، اتمنى اني شرحت لكم بشكل كويس الميك اب. الميك اب مو واضح في الكاميرا مره، بس في الحقيقه لو طبقتوا الخطوات بنات حتطلعوا رهيبين.